بإيدي هالفنا قلبك أمل نور الونار أرضى بذاك ودميتي شوق النشاد دمي وصار أرجف وأدور عالدفاع الظلم مر وظالمي ضيع وعود والوفا قلبي مثل طير حزين النور بعيون انطفى شايل بإيدي هالفنا بداتي ودنيتي شوق المشاد دمي وصار شوق المشاد دمي وصار هذا الحارس ما له ذنب بعدين مسؤوليتي اطمئن عليه بس انت تعبان من امس ما نمت اذا اطمئنيت عليه وارتحت راح تغمض عيوني وحتى الحلال اللي انحرق انا مأمن عليه والجاني اذا مو اليوم بكره راح يقبضون عليه احنا في دولة قانون مو في غابة بس من هذا اللي جرى وعمل هالجريمة البشعة؟ هذا واحد ما يخاف من الله ولا يشعر بضمير لا حي ولا ميت ويمكن ما عنده ضمير أساسا أنا لو أدري إنه في أحد يبي يضرني كان عرفته بس أنا عمري ما لمس شعرة من إنسان على العموم الله يهدي من فعلها ويكفينا شر اللي جاي يعني ما قدرت تتعرف عليه؟ لا ما قدرت أتعرف عليه هو كان بنفسه ولا حد معاه في عملية حرق المخزن؟ بصراحة لا طيب الحمد لله على سلامتك تفضل هذه وين راحت؟ ما خليت مكان بالجامعة إلا ودورته
حتى هاتفها النقال مغلق. بصراحة أنا في موقف أحسد عليك. بالعكس، أنا اللي محسود لأني جالس مع إنسانة رقيقة وعاطفية مثلك. طيب ممكن أعرف السبب اللي طلبت أنك تشوفني عشانه؟ للأسف يا فيض، أخيراً اكتشفت أن رجاء ما تناسبني كزوجة. ليش؟ بالعكس رجاء تحبك، وأنت لا تلومها على طفولتها وعلى دلالها، ترى أهلها مدللينها وما يرفضون لها أي طلب. بهذا الكلام أنا ما معك. لو كان أهلها مدللينها مثل ما تقولي كان وافقوا على زواجي منها، وما نوى زوجوها لشخص مطلق وعنده أولاد. طيب إيش الحل في رأيك؟ هل بنت تحبك؟ رجاء ما عندها أي موقف ولا رأي مع أهلها لأنها ضعيفة. أنت تعرف العادات والتقاليد، وأغلب البنات ضعيفات قدام الأب والأم، وبعدين هذا مش عيب، هذا احترام. يعني أنت مثلا لو كان موقفك مثل موقف رجاء تسكتي وتخلي أهلك يتصرفوا في حياتك؟ بصراحة أنا ما عشت الموقف، بس لو انحطيت فيه أكيد بقول رأيي. في النهاية هذه حياتي وأنا اللي بعيشها. يا ريت رجاء تتصرف مثلك. أنا أدري يا أيوب إنه فهد اللي دخل مكتبي، وقدرت أعرف عن طريق بشير، وإن تعرف بشير يقدر يفتح سيارة فهد في أي وقت وبكل سهولة، وفتحناها ولقينا عنده الملفات، وأنا اللي بلغت بشير إنه يترك الملفات مثل ما هي في السيارة علشان المسكين فهد تكون له طعم هو وكل من يفكر يكون منافس لي وضدي معه. استريح يا أيوب، استريح. سامحني يا أيوب، لأن هذا الزمن يبغى الحذر، وأنا لازم أكون حذر، وفي الأول منك أنت، وثانيا من نفسي، وأعتقد هذا مو عيب. ولا ايش رايك؟ 200 طال عمرك. فضيع يا ايوب، فضيع. طمنيني بنتي. الامور بخير، والاخص صحته ممتازه، وانا لما سمعت الموضوع يخص مؤسستك ومخازنك اشرفت على كل شيء بنفسي. بس اللي أبغي أعرفه بعد إذنك عمي، عرفتم اللي سوى كل هذا؟ لا بنتي، بس الشرطة راح تعرف. المهم الحمد لله على سلامتك وسلامتك. الله يسلمك أنت إن شاء الله. يلا نستأذن، تفضل. شلونك؟ هذه ثاني أو ثالث مرة أشوفك فيها. ممكن أعرف من حضرتك إنسان؟ أول مرة تشوف إنسان؟ إنسان؟ عيال قول لي اللي مشغلك مخليك تركض وراي يشغل رجال مو أطفال مثلك.
وخبره ان حريق المخازن ما راح يمر مرور الكرام، راح يدفع الثمن غالي. لو سمحتي ممكن أكلمش في موضوع مهم جدا. تفضل. تفضل يا أخ يوسف. أنا بصراحة يعني ما أعرف شنو أقول لك، بس حبيت أشكرك لأنك دائما توقفين مع المراجعين، وخصوصا لو سمحت ادخل بالموضوع. مبين أنت تعرفين الأستاذ صافي حمود. هو مبين أنت تعرف أكثر مني. لا بس أنا بس شو أنت سلمت عليه سلام معرفة عميقة. الأستاذ صافي حمود كان في يوم من الأيام جيراننا. وشو الموضوع اللي طلبتني علشانه؟ بصراحة يا دكتورة فدوى، أنا من يوم شفتك والنوم جافاني، سافر لمكان ثاني ما عارفه وين، وبصراحة أكثر علشان ما أكون متردد في موضوع حياة ومستقبل، أنا مو قادر أنساك لا ليل ولا نهار. ما أعرف هل هو إعجاب أو حب. أستاذ يوسف أنت قاعد تتكلم الحقيقة، وسامحيني إذا كنت جريء معك شوي، بس صدقيني هذه أول مرة في حياتي أكلم بنت، وإذا كلامي ضايقك انسيني وانسي كل كلامي. أنا أستأذن.
كأنك تسرعت يا يوسف. المشكلة الحين مو في تسرعي، أبي أعرف شنو سر العلاقة اللي تربط صافي بفدوى. من عليهم يعرفون بعض زين، أنا لازم أعرف كل شيء. هذه مستقبل مو لعبة. وبعدين منو ذي اللي مطرشين يراقبونه؟ شنو قضية حق المخازن؟ لا مبين أن القضايا كبيرة يا صافي، وأعدائك كثيرين. اضربني خليني اسمع الاخبار الطيبه. وبعدين ايش صار؟ المخزن احترق عن بكره تبي. حلوه هذه عن بكره تبي. اكمل 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 شبعني خليني اشبع من هذا الكلام الطيب. لا ويقولوا حارس المخزن ها بين الحياه والموت. وتتوقع مين اللي سوى هذا الفعل؟ الله اعلم. صافي تاجر عقارات ناجح، والناجحين أكيد بيكون لهم أعداء. صافي ناجح، أنا ما عندك في جملة صافي ناجح. صافي محظوظ محظوظ والحمد لله إن احنا ما أعداء، منافسين. تعرف يا جماعة أنا أشك بعبد القدير. والحين يا أيوب اللي سرق وأخذ سرنا يبله بالماي ويشربه، لأني غيرت العطاء وقدمته بطريقة ما في أحد يتوقعها. وهذه ضربة كبيرة للناس اللي يعتقدون أنهم يقدروا يواجهوا الأستاذ عبد القدير. ها وينك؟ كيف؟ ومتى صار هالكلام؟ وما عرفت من الجاني؟ يمكن تلاقي واحد من المنافسين أبوك. المهم بتجيني ولا لا؟ زين خلينا ساعات لساعة انطرك. يلا حياك. خليهم كل واحد ياكل الثاني لحد ما تفضى الساحة، وبعدين ما تلعب لعبتك يا فهد. تعال، احنا ما كان المفروض ان نخلي عزيز يطلع سرني معه؟ معقولة؟ لا 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 مستحيل. اصلا عزيز جبان مسكين ويخاف مني، بس يا ويلو لو حاول يلعب لعبته معي. لا وريه نجوم النهار. والحين يا أيوب شو آخر أخباره صافي؟
صافي صافي الله يعين على خسارته الكبيرة. لا يا أيوب لا، صافي مو مثلك ومثل غيرك، يترك حلاله وماله في مخزن بعيد عن مكتبه، ويحرصه شخص واحد فقط إلا إذا كان أصلا مأمن عليه. وتعتقد إنه مأمن عليه؟ أكيد أكيد 1000%، وهذا الكلام ما يبغى له حكي. تأمر على شيء ثاني؟ أحسنت يا بنتي ما قصرت. ما كانوا هم تأخروا؟ لا ما بيتأخروا يا عمي، الأستاذ صافي اتصل قبل شوي وقال لهم جايين في الطريق. أنت خبرتيهم أني أنا موجود في الشركة؟ طبعا خبرتهم انك موجود. احسنتي يا بنتي ما قصرتي، روحي شوفي شغلك ان شاء الله. ايه والله زمان يخبرك. الحقد والكراهية والأنانية من امراض العصر اللي ما لهم اي علاج. استغفر الله العظيم. ليش ما تردين يا فايدة؟ حتى ماجد ما يرد علي، أروح لها للبيت؟ لا، أحسن شيء أكلم فدوى وهي تلاقي لي الحل. مرحبا فدوى. يما أنا بخير يا يما بخير. عساك بخير دوم يا نظر عيني. ها بس أشوفك اليوم فرحان ومستانس، كأن عندك شيء جديد تبغي تقوله. جديد ومن الوكالة رأسا. أنا يما بقول لك شيء بس صراحة مستحي أقول. تستحي من أمك؟ أنا أمك يا نظر عيني، قول لي. يما أنا أحب. وح الحمد لله على البلاغ. تحب؟ أحلى وأجمل وأرق إنسانة في الحياة اللي راحت والحياة اللي جاية. الحمد لله الحمد لله. بس قول لي من هذا اللي بتاخذ مكانك يا نجود؟ إيه ما أنتي ما في أحد يقدر ياخذ مكانك، بس هذه حبيبة وإن شاء الله راح تكون زوجة المستقبل. يا رب يا رب تبلغني وأشوفك معرس إن شاء الله. بس قول لي يا وليدي هالقرار ان شاء الله يقدر ينسيك؟ لا النسيان لا، واللي في بالي راح يصير. يعني مو معقوله ناس تنام وهي مرتاحه وناس ما تغمض عينها من كثر التفكير. صافي الحمد لله على السلام، بشرتني عليك. سلامات عبد الرحمن. الله يسلمك عبد. ارتاح ارتاح عبد الرحمن. طمني يا صافي، ايش صار في موضوع الحريق؟ مسكوا الجاني؟ الجاني ما خلى وراه اثر والتحقيق جاري. بيمسكوا وين بيروح يعني؟ وين بيشرد؟ بيصيدوه بيصيدوه. المهم يا ولدي قوم قوم، خلينا نسير البيت عشان ترتاح شويه. اي والله، وعشان طمنهم بعد. عقب الوالدة هناك أكيد مسوية ربشة. قوم 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 خلينا نسير عشان نطمنها، عاد أسئلتها بتكثر. تفضل تفضل يا عبد الرحمن. تفضل. المهم تكون واثق من اللي سويناه. ترى هذه المناقصة راح تدر علينا مئات الألوف. مو معقول عزيز يكذب علينا، هو يعرف عاقبة اللي بيسويه. ما يمكن عاد رسالة لنا
عزيز رزواني بالاخبار اول باول. ايش معنى هالمره بيلعب عليه؟ لا عزيز ما يسويها، اذا سواها هو يعرف يمعن بحمد. والله كبرت يا يمه واستويت تناطح، بس بقرون بعدها ما مسؤوله. هذا كله علشانك، لولاك انا مالي قيمه. الحين قول لي فيك انك تعترف وين كنت وكيف صرت، وهذا يعجبني ويخليني اتمسك فيك اكثر. بس اصدقاء عزيز ما راح يخلونه، اكيد راح ياخذون حقهم منه. اذا هذا الكلام صحيح مثل ما تقول، احمي اول حين من رجالنا، ولا عندك شك؟ عزيز لا ولا واحد. بس لا تنسى انه خان ربعه. يا استاذ نبهان هذا ما خان ربعه، هذا كان يبلي معلومات اول. بعدين المعلومات اللي توصل لك كلها عن طريقه. نشوف بس هالمر اباك تتاكد اكثر. فهمتني يا جماعه؟ بخير الحمد لله. لا لا البروفا اكيد في نفس الوقت. زين يبا خلني انت لاقف مكان غير المسرح، شوف موضوع الملابس الديكور. خلاص بين اتصال، مع السلامه. صراحة هذه سالفة محيرة. أنا بس مو معقول اللي صار قضاء وقدر. الحين لو كان قضاء وقدر الحارس عبد الرحمن من اللي ضربه على راسه؟ صحيح كلام تركي معقول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي انت وين؟ لا على العشاء معانا ولا على الغداء. يا أمي انت نسيتي ان انا بصير من اكبر تجار البلد في العقارات. تعال تعال اجلس يا ابو العقارات اجلس. هذه المخازن لو كانت محروسة من اصحابها ما كان صار اللي صار. بعدين يا ولدي ترى العمل ما يخلص ونحن كلنا اهلك ومن حقنا نجلس معاك. العمل ما اخذ كل وقتي تصدقي يا امي، وانا بر والله اشتاق للبيت.
هذه بوادر طيبة وتبشر بخير. اللي حرقوا المخازن واحد من الاثنين، إذا مو كان عبد القدير فهو أكيد نبهان. وانت اللي عارفك بعبد القدير ونبهان؟ هذول التجار معروفين في مسقط. بس لا تخاف يا أبوي، أنا من اليوم ورايح بوقف بوجوههم. سمعت يا أبو صافي؟ سمعت يا أم صافي؟ سمعت ولدكم ايش يقول؟ يقول لأبوه لا تخاف، وهو اللي بيوقف وجه أعدائي. ليش؟ احنا وين عايشين؟ في غابة؟ في بحر؟ السمكة الكبيرة تأكل السمكة الصغيرة؟ اسمع انت، انت تبتعد عن هذا الموضوع نهائيا، ولا ترى والله بيصير شيء ابدا ما بيعجبك. يقول لي لا تخاف. ليش مو أنا اللي حركت المخازن؟ ليش؟ أنا جبان، إي أنا جبان، جبان. بس بشنو راح يفيدنا حرك المخازن؟ ليش هو ناقص فلوس؟ ولا راح يهتم؟ ضربة ضربة القاضية، القاضية يا صاحبي. زمان كنت أدور عليك يا صاحبي، ولقيتك. ما راح اكون جبان مثل غيري، ما قادر ياخذ حقوقكم. تستاهل اكثر من كذا، اكثر من كذا يا صافي. ضيعت عملنا، طلق من الحلم. انت صحيح صار لك مده تجيب لي الاخبار، لكن كنت تاخذ عليه مقابل. الحين انت تخليت انت وربعك، انا عبد القدير اللي جابكم وسواكم. بصراحه ينخاف منكم من ربعك. بس انا ما قصرت معاك، وانا قلت لك قبل شوي انت كنت تاخذ اجر مقابل اللي تسويه عشاني وعشان عمك نبهان. بصراحه الحين ما اقدر اصلحك لين ما يرسل عطاء على شركتنا. حقي ولا انا غلطان؟ غلطان. انت من صدقك يا استاذ جمعه؟ وبعدين هذا جزاي؟ جزاك اولا جزاك راح يحدد صدقك وكذبك، ثانيا راح تفضل معانا هني لحد ما يرسل عطا علينا. انت كذا تقتلني؟ لا تخاف ما راح تموت، راح يبقى معاك هالبطل اكلك وشربك ويقوم بخدمتك. بس هذه جريمه،
ويعاقب عليها القانون. بكرة طلع الشمس ونشوف صدقك من كذبك. يا ترى شو اللي بين عبد الجليل وبين هالريال؟ انت من وين جبت هذه الاخبار؟ انا فهد يا عبد الجليل، تعلمت من الحيتان الكبار كيف يكون العيون في كل مكان. عزيز هذا اخونا من زمان. معقوله؟ كل شيء معقول في هالزمان. الحين لازم نتخلص من عزيز. زينة، كيف نقتله؟ ليش هو الخلاص من شخص لازم يكون قتله؟ في ألف طريقة وطريقة نتخلص من عزيز. نخليه يجلس في بيته وينسانا طول العمر. أخ يا عزيز. يا ناس عطشان، ماي، عطشان، ماي، يا ناس، ماي، ماي. يا عبد الرزاق، لو تدري اي كثر انا مشتاقه لك. واليوسف؟ ايه اليوسف هو اللي كسر ظهري. امانتك اليوسف، امانتك اليوسف، ديري بالك عليه، ديري بالك عليه. احنا ما عندنا غيره ينجو، ما عندنا غيره ينجو. وانا منو يدير بالي عليه؟ الله موجود، الله موجود، ما ينسى أحد، ما ينسى أحد. تسوي هذا الفعل؟ افرض مات الرجل، احنا كل شيء ممكن نسويه الا القتل. لا جمعة، ظهر عليك انك تتابع مسلسلات وافلام رعب. انا قصدي يا استاذ نبهان، نخلي تحت انظارنا. يا جماعه هي مناقصه، ممكن ترسى علينا او على غيرنا. انت غلطان يا جماعه، وإذا تفكر إني أنا هذا الشيء يرضيني فأنت ألف غلطان. باكر من الصبح فكر الرجال، مكافي رجعنا وخبرنا بالمناقصة، قيمة العطاء اللي متقدم فيها عبد القدير. بس المشكلة إني ما أوثق فيه. ما عرفنا لك يا جماعة،
مرة تقول إنه هو يجيب لك الأخبار من زمان، هذا حسب كلامك، والحين تقول إنك ما توثق فيه وخايف منه. إيش فيك يا جماعة؟ كبرت وخرفت؟ صحيح إن احنا محتاجين للمناقصة، لكن ما تروح علشانها أرواح. ولعلمك صحفي مقدم على نفس المناقصة، ايش رايك نخطف صافي بعد؟ انت الراجل اللي انا اعرفه. اسمع، من باكر تروح تخلي سبيل الرجال، لا تجيب لنا مشاكل احنا في غنى عنها. صدقتنا ترى قلنا لك جايينك.